دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان يسود طقس شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشماليه، مائل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معنا على تليفون دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضراتكم. اهلا بيك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده وخصوصا كمان منطقه الجنوب من اسوان وحلايب وشلاتين، لان احنا من امبارح عارفين ان في امطار رعديه غزيره وكمان في رياح مثيره للرمال والاتربه. احنا بالفعل طبعا الفتره دي بنشهد درجات حراره ليست قاسيه بشكل كبير، لكنها درجات حراره يا اما حول المعدلات الطبيعيه او اعلى من المعدلات بحوالي درجه درجتين. عايز اقول لحضرتك انه لمده اسبوع قادم ان شاء الله على الاقل هتكون درجات الحراره بالنسبه للقاهره ما بين 36 ل 37 درجه مئويه. بالتاكيد طبعا اعلى درجات حراره بتكون كلما اتجهنا جنوبا بتكون على جنوب الصعيد، بتكون ما بين 43 الى 44 درجه مئويه. وعلى العكس كما هو معتاد السواحل الشمالية هي أقل درجات حرارة، بتكون الفترة دي في حدود ال 32 درجة مئوية. يعني نقدر نقول إن في استقرار نوعا ما في درجات الحرارة وإن كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجة تقريبا. كمان نسب الرطوبة هي الأعلى خلال الفترة دي كما هو معتاد، شهر 7 وشهر 8 أعلى نسب رطوبة على مستوى العام كله، وبالتالي نسب الرطوبة في هذه الأجواء بتعطينا مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بنشعر بها 36 أو 37 على القاهرة كأنها 39 درجة مئوية. يعني استقرار واستمرار درجات الحرارة أو الأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية. خلال ساعات الليل طبعا في زيادة بشكل واضح في نسب الرطوبة، وبالتالي خلال ساعات الليل أجواء مائلة للحرارة برغم أنها بتسجل 26 ل 27 بالنسبة للقاهرة الكبرى، لكنها أجواء مائلة للحرارة على فعلاً أغلب مناطق. مفيش نسبة الهواء بتاعت بالليل دي، يعني تحس أن درجة الحرارة قليلة لكن من نسبة الرطوبة العالية فعاملة خانقة في الجو شوية. بالتأكيد، علشان كده بنقول أن بالليل بتكون الأجواء مائلة للحرارة، وده فعلا كلنا حاسينه خلال الفترة الحالية. ده بالنسبة لدرجات الحرارة. كمان لو اتكلمنا شمالا على ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، يمكن بالأمس كنا نوهنا أن في ارتفاع للأمواج تحديدا على الشواطئ الغربية وكانت واصلة لأكثر من 2.5 أو 3 متر. اليوم بدأت تنخفض الارتفاعات الأمواج شوية وتهدأ سرعات الرياح شوية على البحر المتوسط، لكنها اليوم ممكن توصل لحوالي 2 متر على شواطئ البحر المتوسط، وبالتالي ما نقدرش نقول إنه ارتفاع كبير للأمواج، لكن ممكن نلاقي بعض الشواطئ اللي 2 متر عليها بتجعلها غير مؤهلة مثلا لأعمال التنزه أو بالنسبة للمصيفين. ده طبقا لما يتراءاه المسؤولين عن الشواطئ هناك، علشان كده بنأكد على المصيفين والمصطفين هناك باتباع التعليمات في حال رفع الأعلام أو تحديد أعماق معينة داخل البحار، لكن طبعا الاثنين متر بتخلي البحر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة. طب وبالنسبة للبحر الأحمر يا دكتور؟ البحر الأحمر طبعا أقل من 2 متر بشكل ملحوظ، وبالتالي البحر الأحمر مؤهل تماما، ارتفاعات الأمواج فيه في الحدود الأمنة والمسموح بها سواء بالنسبة للملاحة البحرية والمراكب والسفن أو بالنسبة للمصيفين على الشواطئ. هو فقط البحر المتوسط ال 2 متر في بعض المناطق زي ما قلنا قد تجعله غير مؤهل أحيانا لبعض المصيفين، ودي بيحددها المسؤولين عن الشواطئ. الجو غائم شوية النهاردة فندم؟ الجو فيه غيوم، يعني فيه سحاب وغائم شوية. ده أمر طبيعي طبعا خلال الفترة دي مع درجات الحرارة 36 و37، خاصة الغيوم ده ممكن بيبقى بشكل ملحوظ شوية على السواحل الشمالية، وكمان بتكون في شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، لكن طبعا بمجرد سطوع أشعة الشمس بشكل واضح بتتلاشى تماما الغيوم دي، وبتكون الأجواء مشمسة تماما على شمال الجمهورية حتى شمال الصعيد، ما عدا طبعا جنوب الصعيد بسبب اللي حضرتك اشرت اليه في البدايه وهي فرص الامطار. طبعا احنا نوهنا ان فرص الامطار بتبدا من امس الاربعاء ومستمره لمده اسبوع قادم. فرص امطار طبعا بتبدا بالامس واليوم بتكون اقل حده نسبيا من الايام القادمه. الامس كانت الامطار منحصره على مناطق قليله جدا من اقصى الجنوب عند ابو سمبل وحلايب وشلاتين.
النهارده بتزداد رقعه الامطار قليلا، بتوصل لبعض المناطق الاخرى من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، ربما مناطق اخرى من اسوان، وبالتالي اليوم الامطار مشابهه للامس لكن رقعتها ممكن تزداد شويه. كمان فرص الرمال والاتربه المصفره زي ما بنتابعها منذ الامس على صور الاقمار الصناعيه بدات بالفعل من الامس، الرمال والاتربه المصفره تاثر على اقصى جنوب مصر. لكن نقدر نقول انه من غد الجمعه هتزداد شده الامطار شويه، هتوصل لمتوسطه ورعديه احيانا، وهتزداد رقعه الامطار. يعني هي الذروه لهذه الامطار هتكون من بكره ولا مستمره كذا يوم؟ يعني نقدر نقول من بكره ليوم الاحد او الاثنين القادمين، دي هتكون فرص الامطار تتراوح من خفيفه لمتوسطه ورعديه في بعض الاحيان. هتزداد رقعه الامطار ايضا من بكره، هتشمل العديد من المناطق الجنوبيه من محافظه اسوان، وفي بعض الاحيان تمتد لمناطق من محافظه الاقصر الوادي الجديد، هترتفع شويه على جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. يعني اليوم والامس كانت مقتصره على حلايب وشلاتين فقط، لا ممكن من بكره تمتد لمناطق حتى مرسى علم، يبقى رقعه الامطار هتزداد شويه، كمان كميات الامطار هتزداد شويه، تكون امطار من خفيفه المتوسطه. طبعا استمرار الامطار الرعديه ده هيؤدي الى اثاره للرمال والاتربه على المناطق الجنوبيه، وبالتالي تراكم كميات الامطار على مدار الفتره اللي هتكون جايه دي، تراكم الامطار ده قد يؤدي بالفعل الى تشكل بعض السيول على المناطق الجنوبيه دي، خاصه ان بعض المناطق منها بسبب الطبيعه الجبليه ليها دي برضه هتساعد على تشكل السيول شويه. وبالتالي بنأكد على أهلنا في جنوب مصر، أسوان، أيضا مناطق من الأقصر، مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بتوخي الحذر التام، متابعة الحالة الجوية هناك، متابعة التعليمات اللي بتصدرها الجهات طبعا المعنية هناك بالنسبة للمحافظات. وأكيد في تنسيق بين حضراتكم طبعا المؤسسات هناك، فبالتأكيد في يعني اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين بشكل كبير هناك. بالتاكيد احنا طبعا بنفعل عندنا في هذه الحالات غرفه الازمات داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه، بيتم متابعه الحاله بشكل مكثف، بيتم تعيين متنبئين جويين، كل متنبئ بيتابع مع محافظه او منطقه من المناطق دي، بيتابع مع مكتب مكاتب الساده المحافظين بشكل مباشر، بيتابع معهم الحاله من قبلها، بيديهم التحذيرات اللازمه، بيتابع معهم الحاله اثناء حدوثها من حيث صور الاقمار الصناعيه، صور رادارات الطقس، ما يتم رصده من محطات رصد عندنا هناك، وبالتالي بيفضل معهم حتى انتهاء الحاله بشكل كامل. بالتاكيد ده كله بيساعد على تقليل الاضرار ويعني انتشار التحذيرات بشكل اكبر، وده بالتاكيد بيكون حرص من الهيئه العامه للارصاد الجويه على انها تكون حريصه ان تنبؤاتها وانذاراتها تصل لكل مواطن في هذه المناطق، ان شاء الله هيعدي من غير اضرار ماديه او اضرار اخرى. وطبعا زي ما قلنا لحضرتك هو مستمر لمده اسبوع، يعني نقدر نقول اليوم الاربعاء القادم ان شاء الله باذن الله. ربنا يسلم الجميع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلينا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 37، الصغرى 26، عاصمه اداريه 38، 27، اسكندريه 32، 24، العلمين الجديده 31، 24، مطروح 32، 25، دمياط 32، 25، بورسعيد 34، 25، اسماعيليه 40، 25، السويس 39، 26، العريش 34، 24، كاترين 35، 20، طابا 37، 25، حلايب 43، 29، شلاتين 44، 30، الفيوم 39 26، بني سويف 40 26، الوادي الجديد 43 24، اسيوط 41 26، سوهاج 42 27، قنا 43 27، الاقصر 43 28، واخيرا اسوان 42 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، لكن بنأكد مره ثانيه عن السواحل الشماليه لازم اتباع التعليمات الخاصه للشواطئ باغلاقها او بفتحها، فياريت يلتزموا بهذه الاجراءات. وكمان ربنا يسلم الجميع في منطقة أسوان وحلايب وشلاتين، لأن في أمطار متوسطة رعدية أحيانا، وفي كمان رياح مثيرة للرمال والأتربة، وحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس هناك.